ما هي النشاطات ربما الإغاثية، نشاطات مساعدة المجتمع فيما يتعلق بآثار هذه الحرب؟ هل تستطيعون تقديم هذه المساعدات أو المعونات لبعض المحتاجين في ظل هذه الأجواء سيد عرفوف؟ طبعا نستطيع، وإن كان شيء محدود ليس بحجم المطلوب، ولكن نستطيع ونقوم بالعمل والحمد لله. طبعا هناك مشاريع مختلفة، اختصار هي في مجال أو غذائي أو الأدوية ومساعدات طبية أو يعني مثلا ألبسة أو ما يسمى بمواد للتدفئة مثل توزيع الفحم وغير ذلك للمناطق القرويه. بعد عندما تحرير بعض القرى والمدن في اطفال يعني مش بشكل عام شيء من الحلويات، اكثر من مره عملنا هذا وهكذا، يعني تقريبا كلها في مجال الإغاثي او غذاء او ادويه او البسه. وطبعا هناك مثلا نحن الان نحاول نقوم بتنفيذ مشروع تدفئه، بمعنى صناعه تدفئه من حديد، يعني لا اعرف بالعربي كيف تسمى، يعني وثم يتم إرسالها إلى المناطق التي ليس فيها أنظمة تدفئة تعمل. جميل جدا، هذه مبادرة من مجلس مسلمي أوكرانيا. نعم. هل هذه جهاز التدفئة هذا أو هذا ربما الجهاز الجديد أو النظام الجديد الذي يعني ستقومون بتوزيعه، هل يشمل كل المحتاجين أم يشمل فقط المسلمين المحتاجين سيد عرفوف؟ لا، ليس فقط مسلمين، يعني حسب إمكانياتنا فكل من يحتاج، ولكن كما يعني ذكرت أنه إمكانياتنا محدودة جدا، فلذلك يعني بشكل أساسي نحن نوصلها إلى من يحتاج، من عندنا معرفة به. طبعا هناك بعض النشطاء من المجلس المسلمي الأوكراني في الجبهات يقوم بدور الأطباء مساعدات الجرحى والمتضررين في مناطق القريبة إلى يعني الحدود التي إلى الجبهات. طيب.